بس انا خلاص حجزت التذاكر السليمه، ما فيش مشكله، هعدي على سعاد اخدها ونروح سوا. تمام كده، وقريب قوي نبقى نروح مع بعض ان شاء الله. بس واضح الفتره اللي جايه هتبقى مشغول فيها انت. مع السلامه يا فندم. أنا آسفة يا فندم، ما كنتش عارفة إن الارتباطات مع مدام إلهام. لا لا لا، أنت صح، الشغل أهم من أي حاجة، روح أنت. على إذنك يا فندم. اتفضلي. يا راجل معقولة؟ اهلا اهلا يا جماعه، اهلا نورتوا. اهلا وسهلا، اتفضلوا استريحوا. بيك اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. الجماعه اصل كانوا جايين يعني علشان يباركوا لك على الحمل. ميرسي قوي يا صابري، ميرسي يا منه. الف مبروك يا جيجي، الف الف مبروك، وان شاء الله كده تقومي بالسلامه والمولود الجديد يبقى وش حلو عليكم بقى، وتفوقوا بقى، تفوقوا من المشاكل اللي انتوا عايشين فيها دي. مشاكل ايه يا منى؟ مش فاهمه انا، هو في بينا مشاكل يا فريد؟ لا مشاكل ايه يا حبيبتي، بالعكس ده انا حتى بعتبر نفسي اسعد زوج في العالم. شفتوا؟ منعم قصده يعني ان المولود الجديد بيبقى جاي وجايب الخير معاه وبيلم شمل الاسره، وربنا ان شاء الله يبتعد كده بالسلامه. مش هو ده قصدك برضه يا منعم؟ مش هو ده قصدك؟ هو. بعدين يا جيجي برضه انا عايز برضه تكبري مخك شويه، سيب من حكايه الواد والبيت، ما انا عندي الواد عديكي مجنني، اقول له شمال يقول لي مين، واد دماغه متركبه غلط. وبعدين عايزك برضه المؤاخذه عني، احمد ربنا على العيشه اللي انت فيها. هو انا اشتكيت؟ بس انا نفسي في الولد بقى، ان جه الولد اهلا وسهلا، وان ما جاش برضه اهلا وسهلا. سبحان الله، اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. ما علينا، ايه بقى حكايه الشيخه صباح اللي انت بتروح لها كل يوم دي؟ يظهر ان كل حاجه بتحصل في حياتنا يا فريد معروفه للكل، يصح كده؟ لا يا حبيبتي والله مش كل حاجه معروفه ولا حاجه، يعني الحاجات الخاصه طبعا عمرها ما تتعرف لاي حد، انما في حاجات يعني الواحد بيحس انه يعني عايز يتكلم مع حد فيها، فهو بيبقى يعني منعم وصبري اقرب الناس ليا. مش كده يا جماعه؟ اقرب مني يا فريد؟ اقرب من مراتك؟ لا يا حبيبتي، اقرب ايه؟ اذا كنت انت اقرب واحده ليا في العالم. بس تصرفاتك بتقول غير كده. جيهان انا. يا جيهان يا جيهان، انت مصوره الموضوع غلط، احنا اصلنا عيله واحده. الله، مش احنا برضو اللي مجوزينك ولا ايه؟ وبعدين احنا الثلاثه اخوات مش اصحاب ولا زمايل جامعه. بص يا شيشي، انت وفريد لو ما تهموناش احنا ما كناش جينا لمؤاخذه وتعبنا نفسنا، خايفين عليكي وعلى الاولاد وعلى فريد وعلى البيت. بعدين يعني احنا قلنا نيجي عشان نعدي الحريقه اللي بينكوا دي. حريقه؟ مش انت عم الحاج قايل ان في حريقه بينك وبين مراتك؟ جرى ايه يا عم الحاج انت؟ ما تلم نفسك امال. يا الوقت بقيت انا الغلطان. على فكره يا استاذ منعم، اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطول. لا 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 لا، الكلام ده يا جيجي، يلا بينا عم الحاج من هنا، ده احنا كده دخلنا في البرابريز. يلا رايح فين يا عبد المنعم؟ اقعد يا اخي، اقعد اقعد يا منعم، ما تقعد يا صبري انت كمان. يا عم انا قاعد اهو وانا قمت. يعني ايه ان شاء الله بقى؟ همشي لوحدي ولا ايه؟ انت مش هتمشي ولا هتتحرك من هنا، اتفضل اقعد لو سمحت. اقعد بقى اقعد اهو، انا قعدت. اقعد، خليكم مستريحين انتوا، وميرسي قوي على الزياره اللطيفه وعلى النصايح الهايله اللي جت منكم. عن اذنكم. جيجي مبسوط يا حاج عم منعم؟ دلقت جاهز يا اخويا؟ في ايه يا عم فريد؟ انت محسسني كده ان انا من اصدقاء السوء يعني، ولا ايه؟ عكيت قوي، ما اعرفش، انا حسيت ان انا مندفع كده وان انا في مظاهره وبدافع عن صديق العمر، اعمل ايه يعني؟ مخرب بيت عقلك، ده كان على لسان انها تطردنا. مش عارف اعمل فيك ايه يا عم منعم؟ يا عم منعم احنا متفقين من قبل ما نيجي، انتوا جايين تباركوا بس، يعني مش هتتحشروا في اي حاجه تانيه. مبسوط؟ اديكوا بوظتوا الدنيا اهو. خلاص يا عم الحاج، اخر مره هتحشر لك في حاجه، دلوقتي بقى خلينا في المهم. انت مش هتاكلنا ايه لقمه ولا ايه الظروف بالظبط؟ لقمه؟ انت عايز تاكل كمان؟ يلا يا عم منعم، يلا خد صبري واتكلوا على الله، خلوني اخش اطفي الحريقه اللي ولعت جوه دي. لا 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 عم، خد صبري، ياخدني فين؟ احنا عاملين حسابنا ان احنا نيجي نقعد معاك هنا. تقعد فين دلوقتي؟
صاحبك عندك اهو يقعدك في 900 حته في البلد. يلا يلا يا سيدي منك لوب. اتفضل يا فريد. يلا يا عم مش وقته دلوقتي. احنا واضح ان احنا مالناش لقمه عيش هنا. يلا بينا. اتفضل. بقول لك يلا بينا على الحسين يا عم. هناكل الحسين. الحسين طوارح. ابقوا عرفوني انتوا فين بالظبط عشان شكلي كده هحصلكم. انا رايح فين؟ يطلع. بقول لك يا فريد. بقول لك ايه ما تجوش هنا تاني. طب بص من كل الله انا غلطان سمعت كلامكم. يا جيهان يا جيجي. ايوه بس مش لدرجه الشيخه صباح يعني. طب لو عندك حل تاني قولي لي عليه. يا ريت انا لو كان عندي حل تاني كنت حليت مشكلتي يعني. صدقوني مفيش راجل يستاهل اللي بتفكروا فيه ده كله. يا جماعه انا ما بعملش كده عشان خاطر فريد. انا عايزه اجيب ولد لنفسي. قولي لا لو في ايدك تعملي اي حاجه عشان تسعدي جوزك بيها ما تعمليهاش لي. مفيش راجل في الدنيا يستاهل ده كله. انا مستعده اعمل اي حاجه في الدنيا عشان اخلي صبري سعيد يعيش ليلة واحدة زي أي زوج معزوج إن شاء الله. حتى بعدها إن شاء الله. إيه يا مجنونة أنتي تموتي يعني بعدها؟ صدقيني زمن التضحيات ده خلاص راح. لو فكرتي فيها هتلاقيه هو اللي بيضحي مش أنا. طب كتر خيره. بس إنما تموتي نفسك عشان تردي الجميل ده تصرف واحدة عاقلة. ده واللي أنتي عملتيه ده تصرف حد عاقل برضه. اسمعي جيهان إحنا التلاتة ظروفنا تقريبا شبه بعض. بالعكس بقى اللهم لا حسد. ظروفك انتي وصبري مستقر عكسي انا وجيهان خالص. لا يا لقاء يعني انا مش عايزه اقول اني مش سعيده مع فريد. بالعكس انا سعيده معاه قوي. وبعدين هو بيحاول يعمل كل حاجه عشان ابقى سعيده. بس انا معرفش كده مرات حاولت اخليه يشوف الحياه في شكل تاني رغم كل اللي عمله فيه اخوه. هو رافض. اللي زي فريد ده عمره ما هيتغير. ما تتعبيش نفسك. الحل من بعده يا استاذه. انتي بنفسك قلتي لي انك حاولتي تغيري عبد المنعم وما عرفتيش. انا فشلت مش ما عرفتش. ماله عبد المنعم؟ انا شخصيا شايفاه راجل لطيف جدا. تركيبه كده على بعضها ما تقدريش تكرهيها. انا بقى ما عرفتش احبها. حرام عليكي. ليه كده؟ انا عمري ما هنسى اتجوزت عبد المنعم ازاي. الحكايه كلها ما خدتش 10 ايام. ما كانش في حل قدامي غيره. وعمري ما هنسى بابا ضغط عليا قد ايه عشان اوافق اتجوزه. بتتكلمي جد؟ انا كنت فاكره غير كده خالص. انا كنت فاهمه انه اختيارك. ولو قلت لك اني كنت بحب حد تاني ساعتها؟ بسيط. كنت اعملي زيي. انا هددتهم لو ما اتجوزتش فريد هنتحر لغايه ما وافق. يا جماعه انتوا بتتكلموا على حاجه بقالها اكتر من 10 سنين. وبعدين انا فاكره وقت ما اتجوزتي كنت سعيده جدا. فاكرة أول ما رجعتي من شهر العسل قلتي لي إيه؟ ما أنا بعدها حاولت أمشي الحياة بطريقتي، ما قدرتش. وليه يا لقاء تمشيها بطريقتك أنتِ؟ أمال عايزاني أمشيها بطريقته هو؟ أنا لو سبته يمشي الحياة بطريقته هو، كل يوم والتاني هيجيب ضيوفه في البيت. بيته هو حر فيه؟ لأ طبعًا، ده بيتي أنا، وفرشاة بمزاجي أنا وعلى ذوقي أنا، يعني من حق أحافظ عليه. دي غريبة جدًا، يعني هيعمل إيه في البيت؟ يا بنتي ده كان عايز يعمل ليلة لأهل الله في البيت. يذبح ويعزم جيرانه والعمال في الوكاله ويعمل ترابيزات في الجنينه. طب والله يا لقاء دي حاجه جميله قوي. انت عارفه اهل فريد بيعملوا كتير كده في البلد. في البلد مش في القاهره ومش قدام ولاده. لقاء انت بتحبي عبد المنعم ولا لا؟ انت جاي تساليني سؤال زي ده بعد السنين دي كلها؟ اصل لو قلتي لا تبقي كدابه. حافظي على جوزك. جوزك لو زهق ممكن يعمل اي حاجه. يعمل ايه؟ قصدك يعني يتجوز عليا؟ وليه لا؟ وساعتها هتتجنني لو لقيتيه بص على حد غيرك. يبقى انت ما تعرفيش عبد المنعم كويس. هي دي ميزه فريد. مهما كانت حجم المشاكل اللي بينا عمره ما حسسني انه ممكن يكون لغيري. وصبري والله انا عرضت عليه يتجوز بس هو رفض. والله ما انا عارفه عبطك ده هيوصلك لفين. قومي يا بنتي لما اوصلك في سكتي. يلا ما انتوا قاعدين لسه بدري. لا معلش يا دوبك بقى. سفرك لغايه دلوقتي؟ انا الساعه متاخره جدا. هو عاصم بره؟ لا يا عمي عاصم نايم فوق. في الحقيقه بقى انا منتظرك انت. خير
اوعى يكون مزعلك في حاجه. لا ابدا بالعكس، بس انا كنت محتاجه حضرتك في خدمه قد كده اهو. قد كده؟ قد كده. عاوزه فلوس؟ لا ابدا، الحمد لله معانا. اللي عايزاك فيه حاجه اهم من كده بكتير. ايه بقى الاهم من كده بكتير ده بقى؟ بصراحه بقى يا عمي، انا اتكلمت مع عاصم في موضوع الدكتور عشان موضوع الخلفه، بس بصراحه بقى هو مش عايز يوافق خالص، عايزك انت بقى اللي تقنعه. هي بس الموضوع ده يعني موضوع شخصي شويه، وكان ممكن تحلوه انتوا الاثنين. ما هو حضرتك بقى يا قمر الخير والبركه، وبعدين بقى يا عمو الايام بتجري بسرعه، ممكن تبقى حاجه بسيطه ونقدر نحلها. انت قلت لحماتك؟ لا طبعا، ما هي لو عرفت هتعمل مشكله قد كده اهو. برافو عليك. على العموم انا هكلمه في الموضوع ده، لو وافق يبقى اوكي، ما وافقش غصب عنه هاخده بايدي واوديه للدكتور. ربنا يخليك ليا يا عمو يا رب. يلا تصبح على خير. حالتك من الف خير. عاوزه منك ايه؟ لا مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ انا سامعاكم بتتكلموا بقالكوا ساعه، وسامعه صوت عربيتك دخل الجراج من بدري. الله، انت قاعده بقى مطرطقه ودانك على العربيه اللي دخلت الجراج وطلعت من الجراج. مش لازم اطمن عليك، وانا ليا مين غيرك اطمن عليه؟ لا مفيش حاجه، هي اصل عاصم كان مزنوق في شويه فلوس وكسف يقول لي، فبلغها هي بقى علشان تقول لي. انا قلت كده اكيد عايزه حاجه، اصل البنت دي زي التعبان. قاعدين معاكي بقى، ما هي بقالها مده معانا اهي، وست طيبه خالص، وكفايه ان جوزها موافق عليها كده. عاصم اصله طيب واقل حاجه بترضيه، مش كفايه انه مستحملها وما بتخلفش؟ مش عرفك ان العيب مني؟ ما جايز يكون العيب من عاصم ابننا. انا ابني عاصم شخص سليم، هيطلع ما بيخلفش لمين؟ ده خاله حسين عنده 5 اولاد، وخاله حسام عنده 4 اولاد، وخالته. خلاص انت هتقعدي تخمسي في وشي؟ خلاص اطلع انام انا بقى. ما قلتليش كانت عاوزه منك كام؟ ده سر بيني وبين ابني، انت مالكيش دعوه بيه. اصبحي على خير، 5 مرات اهو كده يا ابراهيم. طيب يا ابراهيم، واتجوزوا؟ واتجوزوا. وعملوا ايه بعد كده؟ ولا حاجة، زي ما بيقولوا العروسة للعريس والجاري للمتعيس، وصلناهم بيتهم وروحنا احنا اتعشينا. غريبة قوي، اللي يسمعك وانت بتقول كده يا فريد يقول انهم اول مرة يتجوزوا في حياتهم. وفرضي انها مش اول مرة يتجوزوا في حياتهم، ده البني ادم بيفضل طول عمره يدور على اي فرصة يسعد بها نفسه حتى الاخر يوم في حياته. وجهة نظر غريبة، أول مرة أسمعها منك يا فريد. الراجل خال صبري ده أصله راجل محترم قوي، أدى رسالته على أكمل وجه، فضل عايش لولاده أب وأم لغاية ما اطمن عليه. من حقه بقى أنه يعيش اللي فاضل من عمره لنفسه. وأنت ممكن تفكر تعمل زيه في يوم من الأيام يا فريد؟ مش فاهم معنى سؤالك ده. يعني رغم عشرتنا الطويلة دي كلها مع بعض، انا لحد دلوقتي ما اعرفش من وجهه نظرك في السعاده هي ايه. يعني ايه السعاده من وجهه نظرك كده؟ السعاده شيئان حاجات كتير، اهمها الاستقرار. الاستقرار والهدوء النفسي والهدوء العاطفي والامان الاجتماعي. يعني السعاده من وجهه نظري وبالنسبه لي انا، اني ابقى مطمن عليكي وعلى البنات، اني اقدر أأمن لكم مستقبلكم. هي دي وجهة نظرك في السعادة يا فريد؟ هي دي كل طموحاتك في الحياة؟ ما اعتقدش ان في حاجة اهم من كده. وانت رحت فين من ده كله يا فريد؟ انا موجود ومستمتع بكل بسمة على شفايفك انت والبنات، وسعيد بكل نظرة حب في عينيكوا لي. ساعات يا فريد بحس ان انا مش فاهمك خالص. يمكن لاني بسيط جدا أو حويط جدا. حويط؟ طب بذمتك أنت تعرفي عني كده؟ فريد أنا عايزة أقول لك على حاجة. يعني أنا بقول افرض مثلا لا قدر الله، لا قدر الله يا حبيبي، حصل ما بيننا في يوم من الأيام مشكلة، هتعمل إيه؟ وليه بس نقدر البلاء قبل وقوعه؟ يا حبيبي أنا بقول لك افرض
حصلت مشكلة كبيرة كده، هل ممكن تفكر انك تسيبني؟ تقدري تعمليها انت؟ انا عايزة اسمع اجابتك بقى. طب ما انت يا جيهان عملتي حاجات كتير قبل كده، اخرهم مثلا حكاية الشيخة صباح دي، مش دي برضو كلها اسباب كان ممكن تعمل مشاكل كبيرة بينا؟ لما ابويا يموت وما اقدرش اسيب بناتي مع امهم واسيبهم في بيت حد من اصحابي وارجع اخدهم وانا اللي اشوف لهم كل طلباتهم برغم ان امهم موجودة، مش دي برضو اسباب كان ممكن تعمل مشاكل كبيرة بينا؟ ومع ذلك انا هو مستمر معاكي اهو، مستمر في حياتي اهو، مش ضعف مني يا جيهان، انما عشان بحبك، عشان بحبكم، ومش سهل عندي ان انا اهد ده كله. ايه ده يا فريد؟ انت كده بتحسسني ان انا وحشه قوي واني مقصره في حقك وفي حق بناتك. يا حبيبتي انا مش عايز كلامي بس هو اللي يحسسك بكده، انتي طول عمرك جيهان اللي انا بحبها. صحيح انتي بتتغيري وبسرعه ومش عارف ليه، بس برضو انا مش عايز الظروف تسبقنا او تسرقنا. عايزين يا جيهان لو نلحق نحل حاجه نحلها بسرعه. حاضر يا حبيبي، حاضر. صدقني يا فريد انا هحاول اعمل كل حاجه تسعدك انت والبنات. ربنا يخليك يا حبيبتي، هسيبك انا بقى علشان عندي الحصه التانيه. ايه ده انت هتنزل؟ وانا اللي قلت ان احنا هنقعد مع بعض النهارده. والله يا حبيبتي انت لو كنت قلتيلي انك عايزه تقعدي معايا النهارده كنت خدت النهارده عرضه، بس معلش ملحوقه مره تانيه. خلاص يا سيدي وانا موافقه، نخليها اليوم تاني. طيب باي باي. باي باي. نعم. مين؟ العمدة؟ خليه يتفضل على طول. أيوة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا إبراهيم بيه. تفضل. بسم الله ما شاء الله. نورتنا. الله يكرمك. ايه المفاجأة الجميلة دي؟ بقالنا مدة ما شفناكش. انت عارف المشاغل كتير بس على البال دايما. ايه ده؟ اول ما سمحت الظروف جيتك على طول. يعني الزيارة دي مخصوصة علشاني؟ طبعا، امال ايه؟ اتفضل. ايه ده؟ دي الدفعة الأولى من الاتفاق اللي اتفقنا عليه. كتير قوي يا عم. لا 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 لا، دول الاتفاق بالظبط بالتمام والكمال. الحمد لله. ما تعرفش الفلوس دي جت في وقتها فعلا. لو كنت عايز حاجه تانية انا رقبتي سداده. لا لا لا، متشكر قوي، متشكر خالص يا عمده، كده كفايه خالص. تعرفش بقى كمان المشروع اللي انت قلت لي عليه ده فعلا جه في وقته تمام، وانا ما كنتش هلاقي احسن من سعادتك علشان اشاركه. انتوا نعم الناس ونعم النسب، ما تتصورش فريد اخوي بيحبك قديه. من القلب للقلب يا عمده. علشان كده أنا عندي كمان مشروع تاني ليك. الموضوع انعرض قدامي بالصدفة وأنا قلت مفيش غير سعادتك اللي يقوم بالحكاية دي. يا سلام، إيه الهنا اللي أنا فيه ده؟ تحت أمرك يا عمدة. أنت عارف يا باشا إنه الفنادق عندينا والمراكب اللي في النيل بتبعت إيراداتها للبنك عن طريق البر، وأنا قلت مفيش أحسن من الشركة بتاعتك علشان تاخد الحكاية دي. طبعاً يا عمدة، أنت عارف إن إحنا عندنا أحسن أسطول نقل مصفح، وبعدين الصف امن غير طبيعي، مهما كانت قيمه الحاجات اللي عندك دي هتوصل بامان. انا عارف، وعارف كمان ان انت جده وجدود، علشان كده انا فتحت صدر بقلب جامد. انا عايزك تطمن خالص يا عمده، العربيات دي ان شاء الله هيتامن عليها وتوصل الحاجات اللي انت قايل عليها دي من هنا للقاهره في امان. الله يكرمك. طمني، ازاي الهالم عاصم بيه؟ لا بخير والحمد لله. انا اسف ما جيتش العزاء ولو انها متاخره شويه. الله يكون في العون يا باشا. وبعدين عصب بيه جنب الواجب وزياده. تعيش يا عمده. طيب استاذن انا، عندي كم مشوار هخلصهم وبعدين الحق طياره الظهر. لا يمكن، انت لازم تقعد معانا نتغدى مع بعض،
يا اخي انت ما جيتش البيت عندنا من ايام كتب كتاب فريد لجهان. لا وانت الصادق من ايام سبوع فاطمه. الله ده انت حافظ كل حاجه. بس قلبي مش اسود. طب اكلم المدام عشان تقدر لنا لقمه كده ناكلها مع بعض. والله ما هينفع ابراهيم بيه، مش هينفع، عندي مشاوير كتير ولازم اخلصها، وانت عارف نزلتي مصر قليله. انزل معاك واوصلك. لا متشكرين، انا معايا عربيه بسواق. متشكرين. تعيش. يلا اتفضل. السلام عليكم. في واحد عايزك يا عمدي. واحد مين؟ من نجع يعني؟ لا ده لابس افند وشكله محترم. شكله محترم؟ طب اوعى من قدامي. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا اهلا. نورت يا استاذ. رضوان عبد الموصف. اهلا وسهلا يا باشا. البيت نور. تفضل يا باشا. تفضل يا عمدي. تفضل تفضل. اهلا وسهلا. شرفت. تفضل استريح. تفضل. هات القهوه يا ولد. قهوتك ايه يا بيه؟ يا ريت يا ريت تكون قهوه مظبوطه يا عمده. قهوه مظبوطه يا ولد. حاضر يا عمده. تحت امرك يا بيه، اي خدمه. بص يا عمده، انا في الاول احب اعرفك على نفسي. انا رجل اعمال بشتغل في الاستيراد والتصدير، المقاولات، حاجات كتير قوي. يا اهلا وسهلا، انعم واكرم. انا في الحقيقه عمده انا بدات من الصفر، وربنا اكرمني واداني لغايه ما قدرت اقف على رجليا وبقيت رضوان اللي قدامك دلوقتي. ما تاخذنيش يا رضوان بيه، انا لسه مش فاهم حاجه. طلباتك ايه؟ في الحقيقه انا قلت ما دام ربنا اكرمني واداني الفلوس ديت، انا قررت ان انا اتبرع بجزء منها لوجه الله في صوره مدارس، دور رعايه، مستشفيات، حاجات كتير كده. ربنا يديك على قد نيتك. وفي الحقيقه بقى يا عمده، انا قررت ان انا ابدا مشروعي من الصعيد ومن النجع بتاعكم. من النجع بتاعنا؟ لا مؤاخذه يعني، اشمعنى النجع بتاعنا؟ ما اكذبش عليك يا عمده، سيرتك الحلوه وسيره النجع بتاعكم هي اللي شجعتني ان انا ابدا من هنا. بس قول لي يعني، لا مؤاخذه، مين اللي دلك علينا بالظبط؟ في الحقيقة يا عمدة السيرة الحلوة. قهوة يا عمدة. اتفضل يا باشا. تشكر يا سيدي. اتفضل يا عمدة. خليهم يجهزوا الغداء. حاضر يا عمدة. وفي الحقيقة يا عمدة كده زي ما بقول لك، السيرة الحلوة عاملة زي ريحة المسك الحلو، ريحتها بتكون في كل مكان. أنا بتكلم جد يا رضوان بيه، مين اللي دلك علينا؟ مادام أنت بقى مصر. يعني هو كان محلفني ان انا ما اقولش. في الحقيقه هو السيد عضو مجلس الشعب عن دايرتكم، واللي عطت كلامه السيد مدير الامن. دول حبايبنا يا باشا اهو. بس بقى اذا كان الكلام ده هيزعلك او يضايقك يا عمده بلاش، انا اروح اعمل مشروعي في اي حته تانية. لا 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 لا، ودي تاجي برضك. ها وناوي ان شاء الله تبدا بمشروع ايه بالظبط؟ اللي انت هتشور عليا بيه يا عمده انا هعمله. بس انا ليا عندك خدمه، عايزك تدخلني بيوت اهالي النجع. الغلابة منهم واللي محتاجين مساعدة لازم أشوفهم بعناية. عايزك توصلني للحتت البعيدة، الناس اللي ساكنة في الجبل وتحت الجبل، الحتت البعيدة دي يا عمدة. بسيطة. هو حضرتك قاعد معنا قد إيه إن شاء الله؟ هيا يا عمدة، أنا هنزل الأقصر دلوقتي، هاخد طيارة الفجر، عندي اجتماع مهم قوي في مصر أخلص. وإنما مش ده مش مهم، آدي الكارت بتاعي في كل نمر التليفونات، وقت ما هتطلبني هتلاقيني عندك يا عمده. استبينا؟ استاذن انا بقى. لا لا تستاذن فين؟ الغدا جاهز. لا لا لا، غدا ايه مره ثانيه بقى يا عمده؟ علشان يبقى بيننا عيش وملح. هيحصل وحياتك، هيبقى عيش وملح وحاجات كتير قوي. بالاذن بقى يا عمده. اتفضل اتفضل. يا سلماوي. نعم يا عمده. وصل الباشا لغايه العربيه. حاضر يا عمده. سلام يا عمده. الله يسلمك. مستني تليفونك. ان شاء الله. سلام عليكم. مع السلامه. اتضح بقى ستي انها ارمله. جوزها مات بعد 3 سنين من جوازهم. اهل جوزها كانوا طمعانين في الشقه. بعد الراجل ما مات خدوا الشقه وطردوها منها. ما لقيتش حته تروحها. راحت قعدت عند اختها. اختها بقى متجوزه وعندها ولد. الهام انت سامعاني؟ سامعاك. الله.
امال ما بتردش ليه؟ مستنيه نهايه الحدوته. ايه ده؟ حدوته دي؟ حدوته شهرزاد الست محاسن. الهام انت بتتريقي؟ لا ما بتريقش، اصلك من ساعه ما قعدت وما فيش على لسانك غير الست محاسن الست محاسن الست محاسن. الله، مش انت اللي بتسالي وانا بجاوب؟ انا سالتك سؤال واحد بس، متجوزه ولا لا؟ لقيتك عارف عنها كل حاجه، زي ما تكون بتروح المكتب عشان تسمع قصه حياتها، قصه حياه شهرزاد اللي بتحكيها للاستاذ شهريار. عيب كده، انا ما اسمح لكيش انك تكلميني بالاسلوب ده. اصل فجاه كده بقت الست محاسن اهم حاجه في حياتنا، ممكن بقى نقفل على الموضوع؟ احسن برضه. هي ما خلفتش من جوزها؟ شفتي؟ انت اللي بتساله. اخر سؤال. مش حاجه. معلش يا صبري، اخر سؤال. لا ما خلفتش، ممكن بقى نقفل على الموضوع ده؟ احسن برضه. هي كانت بتحب جوزها؟ وبعدين بقى احنا قلنا ايه؟ اخر سؤال والله يا صبري، اخر سؤال، ولو سالتك تاني ما تجاوبش. مش هجاوب عشان خاطر. جاوب. معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ معرفش اذا كانت بتحب جوزها ولا لا. الله، طب ما سالتهاش ليه؟ الله، انت اتجننتي يا الهام؟ عايزاني انا اسال موظفه عندي بتحب جوزك ولا لا؟ يا سلام، ما انت عارف عنها كل حاجه. عشان كل اللي قلته لك مكتوب في السي في بتاعها، يعني مش بتقعد معايا وتلغي زي ما حضرتك بتقولي. والله. طيب نقفل على الموضوع. احسن. هي اختها ساكنه فين يا صبري؟ لا انت بقيتي لا تطاقي، انت بجد لا تطاقي. انا هطلع ارتاح فوق. اقعدي. طب اخر سؤال يا صبري. صبري والله اخر سؤال، استنى بقى. ما تخلص يا كرامك في البيعه دي يا عم. انا قلت لك اللي فيها ده وارد الخارج، يعني بالعمله الصعبه، بالاخضر، بالاسترليني، ما تتعبش قلبي ساعه صبحيه. طب بس انت شوري الحاج وشوف هيقول ايه. يا عم انا بقول لك اللي فيها. طب بس انت خشله. يا حول الله يا رب. حاضر يا سيدي، عن اذنك. يا حاج. سمعت يا كرامك. توكا الله، احنا ساعة صبحية. اخلص معاهم؟ خلص معاك. ماشي يا حجيب. قول مبروك. مبروك يا سيدي. يلا روح امضي العافية. يلا. اهو بسلامة. الولاد رجعوا المدرسة؟ يعني ايه لسه ما رجعوش؟ طب بقول لك ايه؟ أول ما يرجعوا تكلميني على الورش على طول. سلام. أكلم الست بقى لو سمحتي. ولا جوزها؟ أيوه أنا جوزها. لا اله الا الله. بقول لجوزها وعايز اكلمها، فيها مشكله؟ يعني ايه عندها اجتماع؟ تسيبي اللي في ايديها لو سمحتي وتكلمني. يا ست اخطفي رجليك. الله يبارك، الله يبارك لك. قولي لها جوزها عايزها بمشكله. لا اله الا الله. يا ست انت بتعلي صوتك على الصبح ليه؟ الو الو. اه يا بنت ال ايه يا مدام؟ انت بتفري السكه في وشي؟ طب لو سمحتي بمنتهى الادب اهو، عايز اكلم الست القاء. يا ست عايز اكلمها في مشكله. هو انتم بتبتاعوا عكا؟ لا لا لا. ايوه انتهي لها لو سمحتي. يلا سلام. ايه يا مدام لقاء؟ انت ايه اتعينتي من جديد لمؤاخذه وانا ما اعرفش؟ يعني ايه؟ يعني ايه مشغوله؟ بقول لك يا لك لسه ما رجعوش من المدرسه، اختطف رجليك بسرعه لغايه المدرسه، بص عليهم وكلميني.
لقاء، انا مش هسيب اكل عيش عشان ابص على العيال في المدرسه. يعني ايه؟ الله، ده كلام جديد يا مدام. ماشي القاء براحتك. حاضر، هروح انا. لا ربنا يوفقك، السلامه. كرامك راح جيجا مشوار ورايا، وراجع على طول. اي حد يسال عليا اقول راجع على طول. سلامه الله جيجا. السلامه. انا عايز افهم انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ قصرت معاكم ايه؟ اللي بيطلب فيكوا جنيه انا بديله 100، بيحصل ما بيحصلش؟ بيحصل. ناقصكم عشان تفرحوني. انا عايز افهم ولا حاجه. انا كأب طالب منكم، انا مش طالب اكتر من اللي اي اب بيطلبه من عياله. لا، انتوا تردوا عليا بدل ما اقلم لكم كل واحد قلمين، سامعين ولا لا؟ يا بابا احنا بنذاكر ومع ذلك درجاتنا مش كويسه. بابا انا ساعات ما ببقاش فاهمه شرح المدرس وبخاف اساله. ليه ان شاء الله بقى بتخافي؟ شغلته مدرس يشرح، ما فهمتيش تقولي له، ما قالكيش تيجي تقولي لي وانا اعرف اتحاسب معاه، مفهوم ولا لا؟ وانت يا استاذ مفيش طبعا تركيز، وتخش اخر السنه مفيش حتى سؤالين تحلهم عشان تفرح بيهم ابوك، صح؟ يا بابا الحكايه مش كده. امال الحكايه ازاي يا اخويا بقى؟ فهمني، انا مؤاخذه انا مش فاهم. اقول له يا حين بابا احنا بنخاف منك. بتخاف مننا؟ واللي حضرتك عملته في المدرسه عشان بتخاف مننا؟ عين صاحبك اللي انت كنت حاطاها في المدرسه عشان بتخاف مننا؟ لا يا بابا، انا وايا كتير بنبقى عايزين نقعد نتكلم مع حضرتك، بس حضرتك بتبقى مش موجود. ولو موجود بتبقى عصبي ومكشر وبنخاف نكلمك. وماما بقى مامي انت كمان، مامي ايه افتكرنا حاجه عادله؟ يا ماما فاضيه لحد؟ بتقول عني ايه يا استاذ عبد المنعم؟ يا اهلا وسهلا، البيت نور. يلا يا اولاد بسرعه، تورتايه وشمعه، الهان مشرفت. اهلا وسهلا. انت بتتريق؟ بعد كل التليفونات اللي انت اديتها لي دي عايزني اشتغل ازاي؟ ما ينحرق الشغل يا هانم. بقول لك ابنك عايزك، ابنك في مشكله، تسيبي اللي في ايدك وجري على المدرسه. وحضرتك فيا يا استاذ؟ عندك ايه اهم من اللي عندي؟ وانت عندك ايه اهم من ابنك يا هانم؟ انا لو كنت اتاخرت عليه اكتر من 10 دقايق كان زمان مرمي في الاحداث دلوقتي، لولا اني قعدت اكتر من نص ساعه بتحايى على ابو زميله عشان يعدلنا المساله. والحمد لله ربنا سترها. ايه بقى الازعاج اللي انت عامله لنا ده كله؟ ازعاج؟ هقول لك ايه؟ اطلعوا لاوقاتكم، يلا اطلعوا اطلعوا لكم الرقعه معايا، يلا اتفضلوا يلا يلا. لا 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 استنيني، لسه ما خلصتش كلامي. تعالي تعالي اطلعوا يا اولاد. انا جايه افندم. خلاص الولاد حاسين ان احنا بعيد عنهم. انا ببقى معاهم في حدود وقتي، الدور الباقي عليك انت. لا يا هان، لازم تخصص لهم وقت من وقتك، ده اهتمامك الاول والاخير في الحياه، سامعه ولا لا؟ انت ليه بترمي الحمل عليا لوحدي؟ حمل ايه اللي برميه عليكي؟ اي ام في الدنيا بتشيل حمل عيالها وتشيل حمل بيتها. انا بقول ارحمه، عمري في حياتي ما قعدت معاه ولا قلت له اسمع لي يابا ولا شيل مشاكل يابا. امي اللي كانت شايله مشاكل بيتي يا هانم، سامعه؟ ابوها الله يرحمه ما كانش حتى يعرف انا في سنه كام ولا حتى في مدرسه ايه. الزمن اتغير يا استاذ عبد المنعم، والمسؤوليه دلوقتي بقت مشتركه. معقول ابو الزمن اللي بالشكل ده؟ انت عارفه يا هانم امبارح بالليل لما دخلت على ابنك في الاوضه لقيته بيعمل ايه؟ كان بيشرب سجاير. يا مؤاخذه، والمطلوب مني ايه؟ اقعد جنبه ال 24 ساعه عشان اراقبه؟ يعني انت مش فارق معاكي ان ابنك بيشرب سجاير؟ ايوه تراقبيه طبعا يا هانم، ابنك عايزه ايه اكتر من كده؟ اسمعيني كويس يا لقاء، انت لو ما اتفرغتيش لبيتك واخدت بالك من عيالك قسما بالله العيل العظيم. ها كمل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا خارج قبل عصبي ما تفلت وقول كلام ما ينفعش ارجع فيه تاني، وساعتها انا وانتي هنندم قوي. احلى واحد عصير مانجا لاجمل جهام في الدنيا، صنع ايد العبد لله. تسلم ايديك يا حبيبي، تعبتك معايا. يا سلام، شفتي بقى يا حبيبتي، شفتي لما قمتي من سريرك نورتي بيتك ازاي؟ قد كده بتحبني يا فريد؟ اخس عليك يا جهان، دي تبقى مصيبه لو ما كنتيش حاسه بكده.
لا يا حبيبي، انا حاسه ومتاكده من ده. ده غير ان انا بحبك. افتكرت حاجه مهمه يا جيجي. لقيت مبلغ ناقص من الفلوس اللي كانت جوه، معرفش انا جايز صرفته ومانيش واخد بالي، قلت تفكريني. لا يا فريد، المبلغ ده انا اخدته. يا بابا بس ده مبلغ كبير قوي. ايه يا فريد، خساره فيا؟ عموما انا المبلغ اشتريته. خلاص 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 يا حبيبتي، انا مش عايز اعرف انت اشتريتي بيه ايه. فلوسي هي فلوسك. بس انت من حقك تعرف يا فريد. وانا قلت لك انا مش عايز اعرف. خلاص، ولعلمك بقى لو كنت عايز ادي المبلغ ده 10 مرات انا تحت امرك. يا معقول يا جيهان بعد العمر ده كله انت لسه ما فهمتنيش كويس؟ انا يا حبيبتي الفلوس ما تهمنيش قوي للدرجاتي، انا كل اللي يهمني سعادتنا وسعاده بناتنا. فريد انا عايزه اقول لك حاجه، اسلوبك ده غلط. بص حواليك شويه، السنين بتعدي بسرعه وانت عندك بنات، وبعد كام سنه كده البنات دول عايزين يتجهزوا، وانت لازم تبقى عامل حسابك على كل ده. يا جيهان المستقبل بيد ربنا سبحانه وتعالى، هو حد عارف بكره هيحصل ايه؟ بس انت برضو لازم تأمن لهم مستقبلهم يا فريد. شوف الناس اللي حوالينا بتعمل ايه لولادها. عموما ما تقلقيش، انا عامل حسابي برضو على حاجات زي كده. وبعدين يا جيهان انا عايز اسيب لبناتي الحاجات اللي اهم من الفلوس بكتير. عايز اسيب لهم العلم، الحب، الخير اللي بحاول ازرعه جواهم. انت زي ما تكون مش من العالم ده يا فريد. بس في كتير قوي في العالم ده زي كده بالظبط. اصل يا جيجي في لحظة واحدة وكل الامور بتتساوى فيها، وصدقيني الفلوس وكل القيم المادية اللي بالشكل ده بتروح لحالها وما يبقاش غير الاصول. انا هسيبك واقوم اقعد مع فاطمة شوية علشان عايز ارجع لها درس كده. عايزة حاجة؟ طيب اشربي العصير. عاصم انا عايز اتكلم معاك في موضوع. تحت امرك يا بابا، اتفضل. انا حجزت عند الدكتور الاسبوع الجاي. ايه خير؟ سلامتك. لا مش انا حجزت، مش عشاني، علشانك انت ومها. انا مش فاهم حاجه. شوف يا عاصم يا حبيبي، يعني الاطفال في البيت ده شيء مهم جدا، واي زوجه يهمها قوي ان يبقى عندها اطفال عشان تعيش معاهم، خصوصا اذا كانت بتحب جوزها زي مها كده. وانا كمان بحبها يا بابا، بعدين احنا متكلمين في الموضوع ده من زمان ومتفقين ان احنا نسيب كل حاجه على ربنا. ونعم بالله، بس برضو اسعى يا عبد ونسعى معاك. مش يمكن تطلع حاجه بسيطه وتجيبوا الطفل اللي انتوا عايزينه؟ وافرض يا بابا طلعت حاجه كبيره واكتشفنا احنا الاثنين ان فينا حد ما بيخلفش، ليه نعمل مشاكل؟ ما احنا عايشين مستريحين. اسمع يا عاصم، اهدى كده وفكر بهدوء. لو طلع العيب منها هيبقى معاك الحق انك تتجوز اي واحده تجيب لك اطفال. طب لو طلع العيب مني انا، هل هي هتقبل انها تتجوز واحد تاني غيري؟ لا مش ممكن، مها مش ممكن تعمل كده، انها قالت لي انك انت اول واخر راجل هتحبه في حياتها. شفت يا بابا بقى، اهو مجرد الكلام في الموضوع ده عمل مشاكل، ما بالك بقى لو طلعت نتيجه التحليل وطلع حد فينا احنا الاثنين ما بيخلفش. ايه رايك يا بابا لو تبنينا طفل؟ والله انا فكرت في الموضوع ده، بس الاول نعمل التحاليل كلها، ولو طلع مفيش امل انتوا احرار بقى تتبنوا اللي انتوا عايزين تتبنوه. يا بابا يا بابا ارجوك اسمعني. لا ترجوني ولا حاجه، وانت اللي تسمعني مش انا اللي هسمعك. خلاص الموضوع انتهى.